جيمنج بشكل عام على جديد بالنسبه للجو فيديو، خاصه زاد نحكيه على الاي سبورتس، الرياضات الالكترونيه قاعده تعرف في نشاط كبير برشا، وفي زاد تطور كبير برشا في السنوات الاخرى من قبل التوانسه يلعبوا بالطبيعه، من قبل التوانسه يعرفوا الجو الكل، لكن مؤخرا من بدايه الامور تولي فما هيكل رسمي هو اللي يشرف على الرياضات الالكترونيه ويحاول بجد جهد كبير انه يتطور ويقدم برشا. باش نحكيو اليوم مع رئيس الجامعة التونسية للرياضات الإلكترونية السيد ماهر السارولي على الجامعة. هو رئيس بالطبيعة الجديد للجديد القديم باعتبار أنه عنده أكثر من عام وهو رئيس للجامعة في الأول نجم نقول انتخابات ديمقراطية وشفافة في الجامعة. سي ماهر مرحبا. مرحبا بك أحمد، شكرا على الاستضافة ومرحبا بكافة المستمعين. أول انتخابات ديمقراطية وشفافة بالنسبة للجامعة؟ أكيد. هو سامحني حبيت تصحيح صغير، هو من أفريل، يعني أفريل العمل الانتخابية يوم 28 مارس المنقذي تم انتخابنا وقمنا يعني تسلمنا المهام في منتصف شهر أفريل المنقذي، يعني بريسك أشهر معدودة. أي هي كانت مع سيد أحمد بالشيخ روحه وقتها بدأت هي تقريبا جمعية مولات جامعة باعتبار حتى العظام تاع جمعيته كانوا موجودين معها في الجامعة. من بعد تم حل الجامعة من سي أحمد وزير الرياضة السابق، ومن بعدها بطبيعة تمت مكتب مؤقت، ومن بعد تم انتخابكم انتوما في الجامعة. دونك أقل من عام برشا، نحكيه على 4-5 شهور في الأشهر هذوما من وقتها بدأت السيزون، وإلا لقيتوا سيزون كور ولا كيفاه بالضبط؟ سيمه هو بالنسبة للجامعة، هو كان سيد أحمد شيخ روح هو مؤسس الجامعة في 2018، تم حل الجامعة من قبل الوزارة سي أحمد قعلول، أي من طرف السيد أحمد قعلول. تم تعيين هيئة تسييرية أولى يعني برئاسة السيد نضال الغربي، ثم هيئة تسييرية ثانية زادة برئاسة مراد الملولي. في نهاية الأمر يعني صارت انتخابات في مارس المنقذي باش تكون يعني أول جلسة عامة انتخابية يعني في الجامعة التونسية للرياضات الإلكترونية وأول مكتب جامعي منتخب. هذا اللي حملنا مسؤولية أكيد، عندنا يعني ديزوبجيكتيف، حملنا مسؤولية أمام الأندية اللي عطات فينا ثقة، يعني مش كيما مكتب تسييري أو هيئة وقتية، يعني كيما مكتب جامعي منتخب عنده برامج مطالب باش ينفذها، عنده برنامج انتخابي يعني، وان شاء الله نوصل نحقق الاهداف اللي تم انتخابنا من اجلها ان شاء الله. في الوقت الراهن قداش عنا من جمعيه تنشط في صلب الجامعه سي ماهر؟ حاليا هو فما 18 جمعيه، وللاسف يعني ما فماش كانت الامكانيه باش نحلوا بالانخراط بعد ما تم انتخابنا. العدد ظروف يعني وعوامل قانونية ما نجموش نتجاوزوها باعتبار انطلاق الموسم الرياضي وغلق باب الانخراطات وكل. هناك يعني 18 جمعية منخرطة، مش شوية كمان بالنسبة للتوى، يعني عدد محترم جدا والاختصاصات موجودة، لكن يعني كي نشوفوا الأندية اللي تحب تخلط وتحب تنخرط في الموسم هذا نقول إن شاء الله سيزون جديد واللي بعده إن شاء الله باش نشوفوا تضاعف عدد الأندية. ماذا بينهم يتحركوا بكري يا سي ماهر بالنسبة للجمعيات، واللي حب يعملوا جمعية يتصلوا بكم من توا باش يحضروا الدوسي نتاعهم باش تبدا الأمور واضحة، خاطر نعرف برشا كلمونا حتى من عمناو اللي يحبوا ينخرطوا لكن ديما يجيو بريسك في الوقت الضايع، دونك ماذا بينا تبدا الأمور من توا باش كان حتى عندهم صعوبة أنتم تنجموا تعاونوهم بالنصيحة ولا بالتوجيه باش تنجم تكون الأمور واضحة من له. هذا مهم برشا وخممنا فيه، وفي هذا الصدد يعني كلفنا عضو جامعي مكلف بالتنسيق منذ الآن يعني مع العباد اللي تحب تبعث أندية رياضية ومع الأندية الموجودة اللي تحب تبعث اختصاص رياضات إلكترونية، يعني خرجنا بلاغ في الصنص هذايا. سي أنيس شكروني اللي هو عضو جامعي بحكم الخبرة متاعه يعني في مجال تسيير رياضي، هو إطار وزارة الشباب والرياضة، يعني كلفناه باش ينسق مع الإطارات والأندية اللي تحب تنخرط، لأنه ما تعرف البروسيدور متاع بعض أندية، ينجم يجي يحب ينخرط في آخر بعد منشر البلاغ يلقى روحه عنده ديزوبستاكل ومشاكل في الجورت في الإجراءات القانونية والإدارية وغيره. نحن حبينا من توا تبدأ الأمور واضحة باش كي نحلوا الانخراط في الموسم القادم
ان شاء الله نلقاو الراغبين الكل في الانخراط انهم يكونوا حاضرين والملفات نتاعهم تكون مستكمله. وهذا باش ان شاء الله نزيدوا نقدموا بالرياضات الالكترونيه ونعطيوا الفرصه لاكثر عدد من الجمعيات والمنخرطين باش ينشطوا معنا في جميع الاختصاصات ان شاء الله. اللي يسمع فينا تو يقول شنو باش تزيد له انه يعمل جمعيه ولا ينضم الجمعيه ويكون موجود تحت الجامعه؟ والله هذايا نحن في اطار تنظيم يعني ديما اي ديسبلين جديده باش تتهيكل يعني عن طريق جامعه فما برشا يعني اجراءات تصير. هو البليز امبورتون نحكيو على رياضي ما ينجم يكون رياضي الا ما يكون ينضوي تحت جمعيه والجمعيه تكون منضويه تحت الجامعه لانه صحيح. المسابقات الوطنيه الرسميه هي تشرف عليها الجامعه التونسيه للرياضات الالكترونيه بيان سور تحت شرف وزاره الشباب والرياضه كذلك واي لاعب يعني يشوف في روحه القدره باش يمثل علم تونس وباش يتقمص زي المنتخب يعني الفرصة الوحيدة اللي ينجم يمر بها هو انه يكون ينضوي تحت جمعية لانه نحن المسابقات متاعنا فيها في الاخر سيليكسيون ناسيونال يعني باش نحاولوا نعملوا سيليكسيون للاعبين المتميزين في كافة الاختصاصات. هذايا اهم يعني اهم ما يذكر بخصوص انخراط اللاعبين تحت جمعيات رياضية. يعني ولي كان متفرغ ينجم يولي برو على قاعدة تولي عنده الليسانس متاعه ينجم حتى بتختاريف تولي فيها اللي هو لاعب محترف متاع رياضات إلكترونية. وفما برشا تنظيم لأنه تو الدنيا مسكرة شوية كورونا وكل لكن فما برشا إمكانيات أنه مشاركات دولية وتربصات نجم التمارين نجم تطوير المستوى لأنه في الجامعة فما إدارة فنية وكل دونك ينجموا يطوروا برشا في القدرات نتاع اللعب. سي ماهر نحكيو على العام هذا قضى عنا من سبور ولا قضى عنا من ديسبلين بالنسبه معناتها المسابقات اللي موجوده وتنظمهم الجامعه. بالنسبه للموسم الحالي يعني خمسه اختصاصات وحبيت ان يعني باش نفهموا كيفاش يتم تحديد الاختصاصات في كل موسم رياضي هو يكون بناء على الانخراطات في الانديه يعني لي ديسبلين الموجودين في الانديه هما اللي يتم تحديدهم. نحن بعد ما صارت الانتخابات عملنا عده اجتماعات مع الانديه الرياضيه شفنا شنو هما الاختصاصات اللي موجودين وحاولنا نطوروا نشاط الانديه بما انه فما انديه كانت تفتقر لعده اختصاصات على غرار رياضة كره قدم الالكترونيه او الرياضات الاخرى كيما التيكان والفالورانت والليج اوف ليجاند وغيره. نحن حاولنا نسقوا بين اللاعبين والانديه عن طريق مختلف الوسائل. برشا جمعيات يعني اضافت اختصاصات اخرى اللي هي موجوده في السيزون هذايا وبرشا جمعيات زاده عملت ريكروتمون دي جوار جدد في اختصاصات هذوما اللي حددناهم اللي قلنا عليهم وعندنا فيهم مسابقات يعني الاختصاص في اكثر من مسابقه. بالنسبه للفيفا عندنا بطوله وطنيه برو كلوب 11 ضد 11 في الفيفا كذلك عندنا 1 ضد 1 في البي اس هي اختصاص في رياضه كره قدم الالكترونيه عندنا اختصاص 1 ضد 1 و2 ضد 2 زوز بطولات. هذوما في المراحل النهائيه نتاعهم يعني في الدور متقدمه نتاع البطوله يعني في اخر اوت واول سبتمبر باش توفى لي شامبيونان هذوما ان شاء الله. بالنسبه للاختصاصات الاخرى اللي هما تيكان تنطلق يوم 8 اوت وعندنا ليج اوف ليجاند والفالورانت ان شاء الله التنسيق مع الأندية واللجنة الفنية وباش يتم الإعلان على البرنامج نتاعهم في القريب العاجل إن شاء الله. تفضلت الإشكالية نتاع البرو كلوب ولا؟ والله الإشكالية نتاع البرو كلوب سي أحمد من المستحسن يعني يكون حاضر معكم رئيس اللجنة اللي هو سي مهدي زغديدي نجم نعطيك فكرة نحن عن الموضوع. هو تم إثارة شبهة تشريك لاعب يعني من ماجستي والإثارة كانت من الرياضي التونسي. نحن درسنا الملف كجامعة لجنة النزاعات الملف يعني ما تعداش في الشكل لأنه ورد بعض الأجال لكن بما أنه فما إثارة في سونس هذا ما نجموش نحن نقعدوا نتفرجوا نقولوا في الشكل الملف ما تعداش ألور نكفوا الغادي. لا كنا تتعدى للأخلاقيات والالتزام التنظيمي للتقصي في الموضوع هذا. بعد التقصي بصراحة هو برشا يتسألوا علاش طولت المدة في التقصي هو قعد أكثر حتى من جمعتين لكن الجمعتين هذوكم صار فيها برشا خدمة من اللجنة حبينا خاطر نحن المبدأ نتاعنا هو أنه
التنافس الشريف يعني قبل كل شيء. صار برشا اجتماعات مع الأطراف المتداخلة كيما فريق الترجي الرياضي التونسي كيما فريق ماجستي كيما اللاعبين اللي تمت إثارة الشبهة هذه في حقهم اللي هما ديزيترانجي مصريين تم استجوابهم وغيره. في الأخير يعني استشارنا المستشار القانوني الأستاذ أنيس بن ميم المختص في القانون الرياضي وخرجت اللجنة قرارها اليوم بحفظ الملف يعني حفظ الملف أنه لا تغيير في نتائج المسابقات. خاصة أنه زادة ماجستي كانت زادة رفعت هي الشكوى بالتراجي باعتبار أنه فما قالت محاولات لاستمالة ملعبية أجانب شفتوا الشكوى نتاعها. وين فما كورة فما مشاكل في الإلكترونيك في الدنيا في كل شيء. لكن هو أحمد حبيت نأكد على حاجة، هو بالنسبة لنا نحن كجامعة راو الأخلاق الرياضية والميثاق الرياضي راو مهم برشا، ما نجموش نحن وبشوي بشوي راو في كل اختصاص باش تلقى انه عباد ما تتقبلش القانون وما تتقبلش لي ديسيزيون. نحن بصراحه معنا انا كي بعثنا اللجنه اللي هي مش موجوده في الجامعات الكل الاخلاقيات والالتزام التنظيمي حبينا بالحق معنا ننظموا حاجه كومي الفوق معنا الناس الكل تحترم بعضها. انا كجامعه ما نجمش نشوف دي جوار معنا معنا هما يلعبوا في نفس الشامبيونا وتصير وتصير بيناتهم مشاكل مهما كانت عن طريق وسائل التواصل او غيره. بالعكس نحن نحبوا الاحترام المتبادل بين الناس الكل بين الجمعيات الكل بين اللاعبين الكل وهذا هو سبور في الاخر. يعني الميثاق الرياضي مهم بالنسبه لنا، بعثنا لجنه الاخلاقيات والالتزام التنظيمي وعطيناها الحريه الكامله باش تاخذ القرارات اللي تراها مناسبه في سبيل يعني ردع المخالفين في الاطار هذايا باش يقعد السبور هذايا يقعد سبور نظيف للشباب باش نعطيو فكره خاطر برشا عباد تتبع فينا فما وزاره تشوف فما ديسبونسور فما غيره. ما نجموش نحن ان نشوفوا حاجات مخالفه للميثاق الرياضي ونقعدوا ساكتين. بالعكس نحن بشوي بشوي الجمعيات ان شاء الله زاد يعاونونا في تاثير الشباب هذوما باش نوصلوا ننشطوا في اطار يعني محترم في اطار الميثاق الرياضي ان شاء الله. نحكيو بطبيعه الرياضات الالكترونيه نحكيو زاد العالم كامل نتاع انضباط كما قلت انت نتاع احتراف بأتم معنى الكلمه ومتاع برشا فلوس في العالم اللي عنده الامكانيات واللي مامن بالديسبلين هذوما. في تونس مازلنا كي بدينا بالرغم من انه الغرام باللي جو كبير وكبير برشا الغرام بالاي سبورتس كبير برشا احنا نعملوا على الجامعه انه المهمه ماهيش سهله لكن مزيد أكيد. تطويرها يحب لها برشا مجهود وهذا نتصور تبذلوا فيه وبرشا وقت باش لي سبونسور يقتنعوا باش عقليه كامله نجم نقولوا تتطور اكثر. اكيد اكيد هذا مهم جدا. نحن في السونس هذايا يعني مسؤوليه الجامعه التونسيه وكذلك مسؤوليه وزاره الشباب والرياضه اللي هي تمثل الدوله زاد الشباب نشوفوه توا يعني عنده الامكانيات والكفاءات عندنا في تونس باش يوصلوا يحققوا معناه المراد من وراء النشاط في الاختصاص هذايا. لكن فما برشا عوائق يعني اداريه وقانون ونعرفوا برشا مشاكل في السونس هذايا لازم الدوله تفكر باش تحل برشا مشاكل باش الفاعلين في الاختصاص هذايا يلقاو روتور من الشيء ومن الغرام اللي يعملوا فيه. كذلك نحن كجامعه عندنا اولويات راهو ظروف صعيبه برشا دخلنا معناها في الجامعه كنا يعني اذا كان خممنا السلبي كنا نجم نقولوا نحن جينا في أفريل من أفريل حتى لآخر العام نقعدوا نعملوا نقحوا النظام تاعنا ننظموا رواحنا نشوفوا الاسبونسور غيره. لا نحن حبينا ننقذوا الموسم الرياضي بالرغم الصعوبات هذه كل وبالمناسبة بصراحة نشكر عدة أطراف يعني متطوعة إنها تخدم برشا نشاط. أنت سميت في اللول راهو صحيح فما مكتب جامعي فما إدارة فنية فما كتابة عامة وإدارة وغيره لكن كذلك فما عدة أطراف متطوعة من أهل الاختصاص بصراحة نقدم لهم الشكر. ما نحبش نسمي باش ما ننساش شكون ميريالمون فما برشا أطراف متطوعة تقدم في إضافة كبيرة وإن شاء الله يجي نهار نتجاوزوا المشاكل المادية وخاصة على مستوى الموارد البشرية وإن شاء الله نوصلوا نحققوا الأهداف بحسب الأولويات يعني إن شاء الله. في الايامات ولا الاشهر الجايه فماش حدث مهم قاعدين تخدموا عليه والا استراتيجيه كنا نحكيوا عليها تو لكن فماش بالدورات اخرى تيكان قلنا نهار 8 اوت تورنوا
ان شاء الله. هما باش يصيروا دورات يعني كل اسبوع يوم الاحد بيصير دوره باش نخرجوا التوب 8 في الاخر. باش يصير تورنوا ناسيونال باش يتحدد فيه البطل وشكون يمثل المنتخب في الاختصاص هذا ان شاء الله. ان شاء الله كل التذكير انه الرياضات الالكترونيه يعني هي يعني بصدد التطور في العالم وفي جميع الدول وتم الاعتراف بها من طرف اللجنه الدوليه الاولمبيه وهذا معناها حدث كبير برشا. اخر يعني اخر شهر اللي فات يعني نظمنا دوره بالتعاون مع اللجنه الوطنيه الاولمبيه في اول اعتراف يعني بالاختصاص هذا كاختصاص اولمبي في اطار الاحتفال باليوم الاولمبي. وان شاء الله نحن كما قلت لك بحسب الاولويات بحسب البرامج اللي موجوده ان شاء الله كل ما نقدمه في الوقت كل ما نقدمه بالديسبلين هذايا ولو بليز امبورطون ان نوصل ان شاء الله نهار باش نشوفوا الرياضات الالكترونيه من ابرز الاختصاصات في تونس اللي تساهم في يعني تنشئه الشباب انه تساهم كذلك في تطوير القدرات والكفاءات بالنسبه للشباب. ونحن نعرفوا يعني اخر مره المرصد الوطني للرياضه وتم نشره من طرف الوزاره انه نسبه الممارسه عاليه جدا في الاختصاص الرياضات الالكترونيه. نحن هذا معطى مهم برشا لازم نخدم عليه ولازم ناثروه ولازم نلقاو الامكانيات كذلك لمزيد تطويره ان شاء الله. على الرياضات الالكترونيه بالتحديد تطور 2016 كانت 493 مليون دولار، بعدها تطورت 200 مليون دولار، وصلت في 2021 1650 مليون دولار، جايه 11% من لي تيكي، 40% من لي سبونسور، تقريبا في حدود 359 مليون دولار. بالنسبه زاده للدروع نتاع الروديفيزيون في 18% 160 مليون دولار، وبالنسبه للببليستي 19% 173 مليون دولار. يعني ارقام كبيره برشا وسوق واعده جدا. هذيك علاش لي سبونسور اللي يسمعوا فينا امنوا بالسبور الالكترونيك في تونس. اخر رقم اللي كنت متذكره سي ماهر هو عندنا في تونس 700,000 جيمر، معناتها مش نحكي على محترفين ولا نصف محترفين، نحكي ولا هو نحكي بشكل عام تقريبا 700,000. دونك المارشي كبير برشا. انتم عندكم مسؤوليه تنظيم، لكن المستشارين عندهم مسؤوليه انه مش مسؤوليه اما عندهم الشوا نتاع ينفستيو في سوق واعده جدا في تونس. اكيد اكيد جدا. ديجا كنت نحكي لك معناها في الممارسه الرياضيه ممكن كان صدقني ربي هي المرتبه الثانيه او الثالثه يعني في الاختصاصات اللي تم ممارستها على الاليشير ريجيونال هذايا عن طريق دراسه معناها من المرصد الوطني للرياضه. نحن لي سبونسور مالوريزمون نحن البريود الاخرى راهو الفيدراسيون مشكورين يعني اللي اسسوا الجامعه، لكن من 2018 لحد الانتخابات يعني فما انتباع مشبهي برشا على الجامعة في خصوص النشاط. نحن جينا يعني في على موسمين يعني نلقاو 120 مجاز واللي هو ما تمش استخراج الإجازات نتاعهم يعني جزء ملفات في الجامعة باش تعرف معناها الرياكتيفيتي نتاع الدومين هذايا وغيره. نحن في ظرف شهرين شهر ونص حلينا باب فتح تسجيل إجازات وصلنا 700 إجازة. فما بالك نحن كي ناخذوا شوية وقت والأندية تزيد تتطور ونشوف عدد المجازين وين ينجم يوصل وعدد الاختصاصات اللي هي تتطلب امكانيات بشريه وماديه كبيره برشا باش نوصلوا ننظموا كافه الاختصاصات الموجوده. بالنسبه للعدد اللي تفضلت بذكره هو 700,000 راهو ينجم يكون حتى اكثر. اكثر اي متاكد اكثر. نحكي لك هذا نتاع نحكي لك نتاع امين التالي معناتها وين نتذكر الرقم مليح توا راهو نذكروا احمد قالول وقتها كالوزير كان حكى لي في البرلمان وجابوا وقتها على البي بي مثلا نتاع رومانيا ونتاع دول اخرى اللي جو فيديو مساهمه فيه بنسبه كبيره داخل الناتج القومي الخام، يعني مساهمه بنسبه كبيره في لجو فيديو والاي سبورتس. اكيد وكي تشوف الارقام في العالم كيفاش تطورت يعني حتى نسبه التشغيل في الدومين هذايا كيفاش تطورت، اسهم الشركات كيفاش تطورت، يعني الامكانيات اللي تحطها الشركات في الاستشهار في التظاهرات كيفاش موجوده. يعني حتى لي برايس نتاع لي تورنوا برا تشوف ارقام خياليه. يعني هذا كل ما ينجم الا نحن في تونس لازمنا اهتمام خاص وميساج ان شاء الله يوصل لوزاره الشباب والرياضه لازم تزيد تدعم الاختصاص هذا في عديد المجالات كما نحكيه يعني في المنتخبات الوطنيه في التنميه في التكوين والرسكله نتاع الاطارات نتاعنا. زاد راهو اختصاص مازال جديد لازمنا اطارات تتكون. المنتخبات الوطنيه نحن في تونس لازمنا
فضاء خاص بالمنتخبات، يعني كي نحكي على فضاء يعني فضاء بتوفر فيه كافة الإمكانيات والتجهيزات باش كافة الاختصاصات تنشط في أريحية. عندنا مشكل الإنترنت في تونس، اللي نحن عندنا إطار موجود في اتصالات تونس قاعدين نخدموا عصانس هذايا، علاش لا إن شاء الله نلقاو إمكانية عن طريق الشركات الخاصة أو الشركة الوطنية، سمحني ذكرت الاسم، إنه نلقاو البوسيبيليتي باش نعملوا اتفاق يمكن اللاعبين المجازين من إمكانية إنه يتوفر لهم الإنترنت يعني بكاليتي معينة اللي مطلوبة، يعني المطلوبة باش يلعب في ظروف متميزة إن شاء الله. هذا موضوع مهم برشا، لكن ما تعرف في تونس كل بروسيدور تحب لها شوية وقت، وإن شاء الله بشوية بشوية تتحل كيف تهتي تبدأ عندهم تبدأ عندهم الإرادة تحل في أقرب وقت، أما إن شاء الله توفر الإرادة. ونذكر ليكيب ناسيونال ولا المشاركين متاع تونس وقت حضروا الكوب دي موند وقتها كانوا تدربوا في مدينة الثقافة، معناتها ما فماش حاجة تابعة للجامعة هي اللي تحتضنها، تكون كيما الجيم هاوس ولا غيره، بورتون فما جمعيات عندهم. دونك هذيك علاش ماذا بينا وزارة الرياضة تقرأ بحساب الشيء هذي وتكون هي اللي تبادر، خاطر كي تبادر الجامعة وتنفستي في الجامعة وفي في الاي سبورتس لي سبونسور اوتوماتيكمون يقول لك هذه دولة هذه وزارة مراهنة على السيكتور هذا، دونك ما فيهش ريسك، ودونك هذا سي سور فيه مستقبل، وهو اكيد انه فيه مستقبل. ان شاء الله كل التوفيق اكيد ان شاء الله لكم سي ماهر، واحنا نتبعوا فيكم. على ذكر وزاره الشباب والرياضه، هو بالنسبه للمنتخبات الوطنيه هو كيف الجامعات الرياضيه، المنتخبات الوطنيه موجود عندها كيما اي اختصاص عنده قاعه رياضيه او ملعب او مسبح او غيره. يعني نحن ان شاء الله نسقنا مع وزاره الشباب والرياضه ان شاء الله في الميزانيه الجديده نحاولوا نلقاو الامكانيه بيان سور مع المستشارين، نكونوا معناها متعاونين زاد من ناحيه الجامعه ان نبذلوا مجهود باش نوفروا امكانيات ان شاء الله زاد باش نجهزوا الفضاء هذايا، وان شاء الله نلقاو تجاوب من سلطه الاشراف ورياضات الالكترونيه ان شاء الله من حسن الى احسن ان شاء الله. ان شاء الله. خليك كلمه الختام كانت حبسي ماهر. والله نشكرك على الاستضافة، وإن شاء الله نتقابلوا في مواعيد أخرى، وإن شاء الله تكون برامج أخرى ونتائج لشال انترناسيونال ولا على صعيد الإفريقي والعربي، إن شاء الله تكون نتائج متميزة لمنتخباتنا، ومشكور مرة أخرى وإن شاء الله في موعد قادم إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا لك سي ماهر السروري رئيس الجامعة التونسية الرياضات الإلكترونية. أنت آخر ما واحد قابلته مش من الآخرين قابلتهم في الجامعة كان محمد الجندوب سيكوام اللي باش يكون بعد شوية ضيفنا، وموا فما تصير كيما البروموسيون للرياضات الإلكترونية بأسماء معروفة كيما بسيكوام وغيرهم، وديجا حتى بعض الشخصيات وشخصيات عديدة مؤثرة كانت حاضرة معكم في تكريم الأبطال في 31 ماي 2021. شكرا لك سي ماهر، نقابل إن شاء الله على قريب. شكرا أحمد. سلام سلام. نواصلوا مع الموسيقى ونرجو نستقبلوا كما قلت بسيكوام.